مرسي خدام ليكوا تماما زي اللي بدون مرسي خدام لكل المصريين دلوقتي. النهارده بنبدا مرحله جديده وليس بننتهي. الثوره بتستمر في تحقيق املها وتمحور شعبها حتى يعود البرلمان لصلاحياته التشريعيه، وتمارس الهيئه التاسيسيه صلاحياتها في وضع الدستور الجديد، ويمارس رئيس الجمهوريه صلاحيات غير مقيده كما اراد المجلس العسكري في اعلان الدستوري. انا حقيقه مش اخوان، فعايز اقول النهارده للاخوان انتوا لازم تثبتوا للناس ان انتوا هتقعدوا مش هتمشوا. النهارده انتوا هتحددوا انتوا معانا ولا لا، هتحددوا احنا هنقف مع الرئيس الجاي ولا هنبدا نعرض من النهارده ان شاء الله. مش النتيجه دي اللي جمعتنا، اللي جمعنا من قبلها حكم المحكمه الدستوريه العليا، ثم الاعلان الدستوري المكمل جمع اكثر الشعب المصري تاني ضعفه ورجع ميدان التحرير في مكان، والثوره مستمره بيه في النهايه. لسه لازم تبقى متقاربه، لان لو كانت لسه مش متقاربه نبقى رجعنا زي زمان مفيش راي للشعب، وهي الصندوق بيجيب حاجه واحده معروفه، لكن كده هو ده الطبيعي. لو محمد مرسي طلع قال لنا امشوا من الميدان انا عن نفسي همشي، همشي لان هو هيبقى مسؤول قدامي، هو اللي هيبقى مسؤول قدامي. لو ما قدرش ياخد لنفسه كل الصلاحيات هتبقى دي حاجه ترجع له. انا دلوقتي عندي رئيس منتخب مسؤول. نسبه الناس اللي كانت مقاطعه كانت كبيره جدا اصلا، فما نقدرش نقول ان حد يعني ان الشعب المصري اصلا هو اللي قال كلمته سواء ده الكسبان او ده الكسبان. بس هو الميزه يعني اللي انا شايفاها اصلا في فوز مرسي ان احنا ورينا الناس اللي بتقول مصر مش ميدان التحرير، لا مصر هي ميدان التحرير. كانوا يقولون الاخوان سيكوشون على كل شيء وفجاه طار كل شيء. هذه النتيجة تؤكد وتقول أن هذا الشعب شعب واعي، شعب كانوا في السابق يقولون أنه لا يعلم شيئا، لم يكن يخرج الانتخابات لأنه كان يعلم سبقا بتسويرها. أنا كنت